ديالها ديال النقره ركزات على الجانب التكافلي والتضامني ديال الجاليتين. دارت رقم واحد بسبب هذاك الارتفاع ديال هذيك المبالغ. حنا ما بغيناش نوقفوا عند ارتفاع المبالغ، وبغينا الناس يعاونوا العائلات ديالهم ويوقفوا مع البلاد ديالهم، ولكن بغيناهم يستافدوا من الخيرات ديال بلادهم. ربما معنا مجموعه ديال المهاجرين هنا اللي ما نحاول غير نبسط لهم شي شويه، لانه كاين اللي في هولندا، كاين اللي في المانيا، كاين اللي ربما اللغه الفرنسيه ولا داكشي، علاش كنحاول نعطيو واحد اللغه اللي كيفهمها. سي القمري مقيم بالديار الاسبانيه في طراغونا كاتالونيا. الحمد لله رئيس المركز الإسلامي بكوستانتين، رئيس جمعية إسلامية بكوستانتين، وكذلك رئيس فيدرات الجمعيات الإسلامية بالمدينة بطراغونا. احنا اليوم حضرنا هنا في هذا الاجتماع، بغينا نشوفوا المراحل ديال الأشغال وتجهيز المستجدات في المدينة ديالنا اللي كتهمنا، وخاصة واحد المشكل عندنا عايشينه في الدرارقه منذ 11 سنه، اللي هو مياه الغابات هجمت لنا على الاراضي ديالنا وسلمته الاملاك المخزنيه، وحنا ثبتنا الحق ديالنا بان هذاك الملك ماشي ديال ملك مياه الغابات. بحكم خبرات استشاريه ديال المحلفين القضائيين اللي بينوا الحدود ديال الملك ديال مياه الغابات اللي هو حقيقي طبقا للتحديد الاداري 1928، واتضح لنا وهذه الاداره هذه كانت انك ما بغاتش تصنت لنا وما بغاتش ترفع يديها على الاراضي ديالنا. دخلنا للمحكمه وكنتمناو ان شاء الله بحول الله في القضاء باش يقول الكلمه ديالو ويقول كلمه الحق، اللي هو دابا الملف راه كاين في محكمه الاستئناف في اكادير، ونهار 19 عندنا دعوه ضد هذه الاداره هذه اللي هي ملك مياه الغابات. وحنا تفاجئنا انه تدارت مشاريع في الاراضي ديالنا، ولكن مازال ما كانش يتنفذ. دابا توصلنا به مؤخرا عند الرئيس ديال الجامعه بان هذيك البلاصه اللي حنا فيه دخلت لاجو لا تغوزيام ترونش اللي هي حي صناعي. اذا حي صناعي باش يجيو وحدين اخرين مستثمرين يديوه، حنا نيت بغينا نستثمروا فيه، نديروا فيه جميع المشاريع اللي فرضوا علينا نديروه، قادين عليه وغادي نديروه. اذا الارض بغينا والارض ديالنا بغينا، وما غاديش نسمحوا فيه طبقا للقانون. وحنا راه كنتسناو المسطره القضائيه باش تقول الكلمه ديالها، وكنشكروا جزيل الشكر الكاتب العام ديال الولايه اللي هو انسان طيب، استقبلنا استقبال رائع كيشرف بالاداره المغربيه انها تكون في هذا المستوى هذا، تصنت لنا عطانا الوقت وكل شيء، ووعدنا انه الملف راه غادي يوقف وغادي يطلع عليه، وجزاه الله خير وتنتمناو التوفيق ان شاء الله وبارك. السلام عليكم، اسمي الزرق العربي، مقيم في هولندا والسكنة فورير. المهم انا اول مره كنحضر في هذا اللقاء في العماله على يوم العالمي ديال المهاجرين، داك الشيء عجبني ما شاء الله، وحتى الناس استقبل كيفاش استقبلونا، لا في الامان ولا في الناس اللي مسؤولين هنا، يعني داك الشيء عجبني. حنا طرحنا واحد السؤال اللي هو ايجابي اللي كنحس به انا فورير، انا طلبت منهم شي حاجه اللي هي مصلحه للجميع ماشي لي انا ما عندي حتى مشكل. بصح اخي الانسان الناس المسنين تنشوفهم ساكنين يقعدوا في الجنب ديال الطريق وما عنده فين يريح، والدراري الصغار ما داروا لهم حتى شي بلاصه شي تيران ديال الكره، ولا داروا لهم شي مثلا محل حديقه للعيالات حتى هما، فين يدوزوا غير الوقت؟ هذا واجب فهمت، وحتى كيساهم في يعني في النشاط ديال اورير، وحتى في تزيين الفيلاج، يعني اورير عنده مستقبل كبير. الجنب اورير جيت البحر ما شاء الله دابا، ولكن داخله ولي راه شويه بحال تهميش. هذا اللي طلبت منهم انا باش يشوفوا نجيت دوك المسنين ويشوفوا جيت الحديقات، وبالخصوص السرعه لا اله الا محمد رسول الله. والله ما دوس ما في 6 العشيه ولا 7 ولا ما جمعتي راه حتى جمع المطار بشكيطات الطوموبيلات الكيران، يكون يديروا لهم غير دي الدروبيش هذوك تاع اسميتو نقصوا شويه من السرعه ما شاء الله غادي يكون مزيان، لا في الدخله دولي ولا في الخرجه. هذا الشيء هو اللي قلت انا، يعني ما كنقصر حتى شي واحد، ما ضد حتى شي واحد، لا في الجامعه ولا في السلطه، الله عمر هذا كلهم مزيانين. انا كنمشي نقضي الغرض ديالي بالقانون ديالي، انا ما عمري ما كنت فاش حاجه اللي ما عنديش فيها الحق، ولكن دي وليداتنا كيجيو حتى هما كيبغي يشوفوا شويه ديال الخضوريه وشويه كذا، هذا ما كان، وغادي نعاود ليها بالشلحه الله يحفظك. المهم السلام عليكم. نكي غير اللي هي الغرض ديالو، الحمد لله ما استقبلنا مزيان، يعني التواصل بينهم والجاليه المغربيه
100% ما شاء الله، وعطاونا وقت. السؤال اللي قلناه جاوبونا، وقال لك اودي من حقك هذا الشيء. هذا ما اللي غنقول لك انا، وكنشكركم ونشكرك حتى انت، والسلام عليكم والتحيه الجاليه المغربيه لا داخل المغرب ولا في هولندا، وخصوصا اخواننا في الريف اقصى الجرنغ امازيغن. والسلام عليكم، لا سواسا لا الريافة، الله يحفظك. اذا كنت من متابعينا الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.